ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية. صباح الخير دكتور علي. بداية نبدأ من هذا الإحياء إن استطعنا تسميته لمسار المفاوضات، يأتي بعد اغتيال هنية. كيف يمكن التنبؤ بنتاج هذه المفاوضات؟ نعم، تحياتي لك وأسعد الله صباحك وصباح المشاهدين من القدس المحتلة. بالتأكيد نحن أمام بداية حراك دبلوماسي، وربما البيان المشترك، البيان الفرنسي، آسف، الأمريكي، المصري، القطري، الذي يدعو إسرائيل وحماس للعودة إلى طاولة المفاوضات في 15 أغسطس الجاري. أنا بتقديري أن الأمور ربما تتجه إلى القاهرة من جديد، وإسرائيل رحبت بهذا البيان، ولكن دعينا ربما نقدم قراءة موضوعية لهذا البيان وكيفية صدوره وتوقيت صدور هذا البيان. أنا بتقديري المعطيات الجديدة على الأرض، المعطيات الجديدة أيضا في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط ربما ما زال على شفا. هل هذا الإسراع في توضيح النية من قبل إسرائيل للخوض في هذه المفاوضات يمكننا اعتبار خطوة إلى الوراء؟ يعني أولا، الحرب على غزة ما زالت مستمرة، والمذابح والمجازر التي تعرض لها شعبنا ما زالت مستمرة، وبالتالي ترحيب إسرائيل لهذا القرار بالتأكيد هو جاء النتيجة لما أشرت إليه، المعطيات في الشرق الأوسط والتهديد الإيراني وتهديد حزب الله والأساطيل وحاملات الطائرات البريطانية والفرنسية والأمريكية التي وصلت إلى الخليج العربي ووصل إلى مستوى حتى الغواصة النووية الأمريكية وصلت. إذن هذا تطور أيضا مهم جدا، ولكن يبدو أن الأساطيل جميعها أصبحت هي أيضا لها دور في اتخاذ القرار، بمعنى من جاء يحمي نتنياهو ومن جاء يدافع عن إسرائيل أيضا يجب أن يكون شريك في اتخاذ القرار السياسي، بمعنى أن إسرائيل ونتنياهو إذا رحب بهذا القرار وهذا البيان، هذا يعكس بأنه بدأ يعطي لتلك الدول التي جاءت من أجل حماية إسرائيل أيضا أن يعطيها جزء من القرار السياسي، وهذا ما سوف نشهده في الأيام القادمة. لا يمكن نتنياهو يقبل من وضع الشروط ومن عطل صفقة تبادل أسرى، بالتأكيد لا يمكن أن يقبل باستمرار المفاوضات، خاصة بعد تعيين يحيى السنوار رئيس لحركة حماس، بالتأكيد لن يقبل. ولكن الظروف الدولية والشرق الأوسط أيضا مع هذه الأساطيل والتهديدات الإيرانية وتهديدات حزب الله، وكل الشرق الأوسط يقف على قدم واحدة بربما حرب شاملة مدمرة، حرب مدن طاحنة، بالتأكيد نتنياهو سوف يلتزم ويقع تحت ضغط أمريكي جديد. وأمام إدارة بايدن التي هي ما زالت مستمرة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يحتاجها نتنياهو، وقد تبين من جديد لنتنياهو بإعادة قراءة وفهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى أنه بدأ يتأكد بأن إسرائيل بدون أمريكا والغرب وبدون هذا التحالف الناتو لا يمكن أن تعيش وسط كل هذه ربما السياسات التي ينفذها من اغتيالات واستهداف الضاحية الجنوبية. بمعنى آخر، بكلمة ربما مهمة جدا، أن نتنياهو توصل إلى قناعة أن إسرائيل لا يمكن أن تعيش في الشرق الأوسط بدون دعم الولايات المتحدة الأمريكية. ربما بايدن يستغل هذه النقطة الآن مع هذه الأساطيل التي جاءت وحاملة طائرات روزفلت وحاملة طائرات أيزنهاور، ربما بدأ يقتنع بايدن بأنه يستطيع أن يفعل ومن الممكن أن يفعل. بتقديري الأمور سوف تتجه إلى القاهرة أو الدوحة، وستكون هناك أيضا المفاوضات المهمة، وننتظر أيضا تعيين يحيى السنوار أيضا رئيس حركة حماس بهذه القوة وربما بهذه القوة السياسية التي يتمتع بها داخل حركة حماس، ربما أيضا يصنع أو يغير جزء من الاستراتيجيات في الشرق الأوسط، ويأخذ أيضا باتجاه صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.